ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم عبد الله جامبو، فيديو جديد. ناس كتير الفترة اللي فاتت ثواني ام الشباك والناس الزبالة اللي تحت يلا الفترة اللي فاتت منذ 3 شهور كده هوت لحد كده هوت ايه مثلا اسبوع او 3 ايام بالكتير، حمو بيكا ركب الترند. فناس كتير قوي هتقول لي من زمان اتكلم على حمو بيكا، اتكلم على حمو بيكا، اتكلم على حمو بيكا. بص انا لو هتكلم على حمو بيكا فهنتكلم كجاست فاني، تمام؟ لان انا كواحد سمعت اغانيه وبسمع اغانيه، يعني انا حاطط اغنيتين لي على عندي على الموبايل، فاكيد مش حاجه سيف على واحد واحد يجي يقول لي يا عم ده عربجي ازاي بيقدم فن. لا يا حبيبي مش عربجي، مش عمل مزيكا، مش جاب موزع وعمل هندسه وغنى والتراك اتسمع وناس كتير سمعته وناس كتير عملت عليه ميوزيكلي، يبقى فن زيه زي اي حد. ايه اللي حصل؟ عزنبت انا يعني؟ ما عزنبتش. في ايه؟ فانت خليك في نفسك يا عم، الله يبارك لك، واللي مش عاجبه كلامي يا عم ما يتكلمش معايا. مش لمؤاخذه في الكلمه، مش مثلا عشان هو مثلا بيتكلم باسلوب معين او بطريقه معينه انت بقى بتطلع تنتقده وتقول ده عربجي، ده مش عارف ايه بتاع. هو مثلا ممكن نقول ان هو ماشي عمل اغنيتين حلوين او كم اغنيه حلوين وبيتسمعوا، بس معلش يا حمو بيكا اسلوبك وحش، حاول تطور من اسلوبك في التعامل مع الناس. انت دلوقتي واحد دخلت عند الانستا لقيت ما شاء الله اكبر عنده 128,000 متابعه على الانستا، فده شيء كويس جدا، يعني انت يعتبر بقيت السمع وبقيت الشاف يا حمو بيكا، فلازم تطور من اسلوبك. هو ده اللي انا اقدر اقوله لك، بس ما اقدرش بقى اقول ايه رب الكون ميزنا بميزه حمو بيكا كرشه كبيره ومحتاجه ترابيزه والسف اللي داير على حمو بيكا. فاحنا عايزين بس دلوقتي الناس جت سالتني حمو بيكا طلع ازاي؟ حمو بيكا اللي شهره تراك حب عمري نسيته وفاتني، حب عمري نسيته وفاتني، عايش مع واحده موتني لازم حصلي الكوبلين دول اتعلقوا جامد قوي مع البنات لدرجه ان لقيت بنات بتخش في الانستا على فكره ما تغلطش في حمو بيكا، ما تتكلمش على حمو بيكا. مثلا باجي اتناقش مع بنت بقول لها مثلا ده في ناس من عندي من الفانز بيقول لي اطلع اتكلم على حمو بيكا، تيجي تقول لي لا على فكره حمو بيكا ده العشق. فانا اللي هو في بنات كتير قوي في البروفايل بتاعها في الانستا كاتبه حمو بيكا العيش، حمو بيكا العيش. ده انا حاجه افرح بيها لحمو بيكا مع اني ما اعرفوش اقسم بالله العظيم، ولا طالع زي ما ممكن ناس تيجي في الكومنتات تقول لك كده هوت، والله العظيم ما اعرفه، بس انا شايف ان هو راجل غلبان وعلى سجيته. حتى اللايفات بتاعته على فكره اللايفات بتاعته في الاخير هي اللي شهرته. يا عم انت اللي عملت تعمل وشوش غضب، انت حكوتي يعني انت واحد حكوتي، انا هعرفك واعمل لك بلوك تطلع خالص بره. زي اللايف اللي هو بتاع ربكم ميزنا بميزه، اللايف ذات نفسه اصلا جاب بتاع حوالي 250,000 قبل ما الاغنيه تنزل، كان لايف بيصور البروفه بتاعت اغنيه رب يكون ميزنا بميزه. البروفه ذات نفسها او وقت التسجيل اللي هم كانوا بيسجلوا فيه وبيصوروا الكام حته دولت الكام دقيقه او اللي هي دقيقه ونص على ما اعتقد الناس خدتها وعملت عليها ميوزيكلي، بس طبعا كانوا بيسفوا وكان في حبه منهم بيسفوا على حمو بيكا وفي ناس ثانيه واخدها اللي هي طلعت كترند في التيك توك والميوزيكلي فبقوا يعملوا عليها حاجات. خش يلا كده حته رب يكون ميزنا بميزه اعمل فيها ولا حمو بيكا رب يكون ميزنا بميزه ايه الرجولة والنفس عزيزة عشان مشرف أرض الجيزة الله أكبر عليك على منطقة إسلام زنوفة بالراحة على حنجرتك يا نجم. شكرا لكم، بقول لكم يا جدعان يا حقودي الأخصاب الأخصاب احذر مني عشان لو عطيتك نووي هفلقك وانت حابس ما اخويا اسلام زنوفة. افتكر الكلام دوت اول ما طلع المهرجانات زمان من 2007 او 2008 كان في واحد اسمه سادات بيغني مهرجانات اكيد انتوا عارفينه، طلع حفله في امريكا وغنى هناك مهرجانات، لقيت في كومنت كده هو تحت لقيت واحد كاتب له الله يحرقك بجاز انا باشقى في التعليم عندي 27 سنه خريج تجاره مش لاقي فلوس ولا شغال ولا اي حاجه. ما هو يا غبي عشان انت ماشي في طريق انت مش حابه مش هيجيلك منه فلوس خالص. السادات على فكره لما يجي دخل مجال المهرجانات على ما اعتقد يعني انه كان داخله حبا، كان بيحب الحاجه ديت مش داخلها عشان فلوس، وسبحان الله مع الوقت جت وفرشت وبقت تنتشر في مصر بعد كده الوطن العربي، وفي ناس امريكان او ناس من بره بقوا يجوا مصر يدرسوا المزيكا ديت، فسبحان الله ربنا رزقه منها. فانت ما اجتهدتش، اجتهد انت في الحاجه هتلاقي ربنا والله بيديك.
انا عادي، انا مش معترض مع حمو بيكا بيقدمه، لان ساعات صراحه بيقدم قصص بتعجبني انا شخصيا. ولو انت جديد تنساش تشترك في قناه عبد الله جم من تحت وتشغل في جرس، شغل الجرس عشان يجي لك بس الاشعارات لما اجي انزل فيديو جديد، لان في ناس كتير بتيجي تقول لي انت ما بتنزلش فيديوهات. والله بنزل، بس انت بس شغل الجرس عشان يجي لك كل جديد. كان معاكم عبد الله جم من قناه عبد الله جم، يلا سلام.